السلام عليكم، ورجعنا لكم حبايب فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة في القناة. قبل ما نخش في اي تفاصيل يا حبايبي، قبل ما نقول اي حاجة مش تنسوا اهم حاجة زي ما انتم متعودين. اول حاجة تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. ثاني حاجة انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وفيديو النهاردة حبايبي هنلعب لعبة محاكي الشاحنات الاوروبية. السلسلة دي بصراحة رهيبة وعليها دعم، بس الفيديو اللي فات ما جاتش دعم بصراحة، بس ده اللي زعلني. بس عاوز الفيديو ده يجيب اكبر عدد من اللايكات وتدعموا الفيديو دوت، عشان بصراحة الفيديو اللي فات خلاني ابطل فتره كده عشان الفيديو ما جابش دعم خالص. في موضوع مهم لازم اكلمكم فيه النهارده، فتابعوا الفيديو للنهايه ويلا بينا نبدا. طبعا اساطير الشاحنه اللي معانا النهارده هي شاحنه سكانيا زي ما انتم شايفين. طبعا الشاحنه ستوك تبع شركه مش معدله ولا في اي حاجه، هناخد حموله زي ما انتم شايفين، حموله صغيره مش كبيره. الحموله 16 طن، يعني الحموله مش كبيره يعني. فاول حاجه بس هنظبط الكرسي، نشيل الجي بي اس الكبير. طبعا حمولتنا 250 كيلومتر، هناخد فيها 3 ساعات داخل اللعبه تقريبا يعني. ف نشغل الشاحنه، نسخن الشاحنه. طبعا عاوزكم تتابعوا الفيديو للنهايه عشان في موضوع مهم هكلمكم فيه. يا رب الفيديو ده يجيب دعم حلو، عشان بصراحه الفيديو اللي فات زعلني جدا ما جابش دعم وبوظ نفسيتي شويه. فالمهم هندي الاول وننطلق، ندي الغيار التاني. طبعا احنا هنسوق السواقة واقعية. طبعا زي ما انتم شايفين احنا في تركيا، علم تركيا اهو. نضرب غماز، نخش يمين نشوف حد جاي، في سيارة. نخش يمين برضو، نوسع على الشاحنة. طبعا بسم الله ما شاء الله، هي الاسكانيا معروفة سريعة، بس مش عايزين اهم حاجة ناخد مخالفة. المفروض نمشي زي ما انتم شايفين على الجي بي اس 50، ده السبيد ليميت. واحنا دلوقتي ماشيين زي ما انتم شايفين كام؟ 30. نخش من هنا اليمين، الشمال قصدي، معلش. مفيش حد جاي، نخش نخش يمين، نوسع بس عشان الشاحنة اللي ورا. حلو، كله تمام. نبدأ ننطلق بقى، نمسك خط سريع ان شاء الله دلوقتي واكلمكم في الموضوع اللي انا عايز اكلمكم. نضرب غماز يمين، مش عارف ايه كل اليمين اللي احنا دخلنا فيه ده. المهم بس نشوف في حد جاي، مش عارف. هنطلع حلوين زي ما انتم شايفين كده، هنمسك مسكنا خط. نضرب بس ايه غماز شمال عشان مش هنخش من اليمين، وهنبدا بقى ايه ننطلق. السبيد ليميت على 90، واحنا هنحاول ايه نمشي على السرعه المحدده. حلو، وصلنا 90، هنشغل مثبت السرعه. شغلنا مثبت السرعه على 90 زي ما انتم شايفين وكده تمام. بصراحه الحلقه اللي بوفاه سكانيا او مرسيدس او فولفو، الثلاث شاحنات دول بصراحه بتبقى حلقه ممتعه جدا، بس مش عارف ليه ما بتجيبش دعم. المهم هنهدي، مش عارف ليه ده واقف كده. نخش من هنا يمين، شمال قصدي، معلش. مش عارف ليه بقيت بتوه في الاتجاهات، بس معلش اعذروني عشان ايه في شويه مشاكل كده، وانا اصلا بصور الفيديو ده والله انا مش مركز، بس قلت ايه ما ينفعش اتاخر عليكم اكتر من كده. طبعا ده كله بسبب الموضوع اللي هكلمكم فيه دلوقتي، ف ان شاء الله الموضوع يتحل. هنمسك اليمين عشان هنخش اليمين اللي جاي. المشكلة في تركيا في كاميرات في كل حتة، فانت ما ينفعش تتخطى السرعة أول ما تتخطاها تاخد مخالفة على طول. واحنا في سلسلة كارير مود دي مش معانا فلوس، فبنحاول على قد ما نقدر نتلاشى الموضوع المخالفات ده، فنمشي براحتنا بقى. المهم كده هنمسك خط بقى الحمد لله، بس في منطقة تحصيل رسوم أتوقع قدام، وبالتالي محطة توزيع برضه أتوقع. شوف زي ما قلت لكم
اهو بيطلب منا ان احنا نوزن بليز يوز اللي احنا نخش على محطة التوزين. بس ايه هنحصل الرسوم هنا طبعا فري، هو بياخد من الشركة ما بياخدش مني فلوس، كل ده على حساب الشركة. فهنوزن بس الشاحنة بالمقطورة اللي هو انتر، الشاحنة 31 طن، الشاحنة كلها يعني بالمقطورة مش الراس بس. لما مفيش حد هنطلع في كاميرات في كل حتة، تركيا كلها كاميرات. معلش بس عايزين نعدي الشاحنة الوحيدة اللي الفيزيكال فيها ممتاز ومتعة هو الاسكانيا. طبعا مثبت السرعة شغال على 91 عشان ما ناخدش مخالفة، زي ما انتم شايفين السبيد ليميت هو 90 جي بي اس. طبعا الموضوع اللي هكلمكم فيه اساطير هو عن اللي انا قلت في الفيديو اللي فات واللي قبله، اللي ما اتفرج لو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه هيعجبك. المهم قلت فيه ان انا هغير الاستوديو وهغير الخلفيه وهغير كل حاجه عشان بحيث ان احنا نرجع بقى لفيديوهاتنا القديمه بالكاميرا اللي هي على وشي. تمام. فحصل ظروف كده وكنت واخد فلوس من حد ورفع عليا قضيه وعاوز فلوسه والفلوس كتيره ومش عارف اجمعها وكده. فكل الفلوس اللي انا كنت مجمعها ان انا اظبط ارجع بقى الاستوديو، يعني اظبط الاستوديو واظبط شويه حاجات يعني كده عشان ايه اقدر اطلع لكم بمحتوى احسن و ايه نظبط يعني الدنيا، نظبط الاستوديو. وكمان كنت عايز اصوركم الاستوديو كله عشان اوريكم بقى الاستوديو اللي انا بصور فيه وكده. فحصلت ظروف بقى ولازم ارجع الفلوس دي ومش عارف، ورفع عليا قضيه ومشكله ومش قادر اجمع الفلوس لغايه دلوقتي. فدي مشكله كبيره والله، انا بصور اصلا وانا مش في المود، فاعذروني عن اي حاجه غلط هيحصل في الفيديو، فمعلش. فهذه المشكله بس اللي بعدانا عنكم، ومن الفيديو بتاع الاستوديو مش هينزل دلوقتي خالص اما احل المشكله دي ان شاء الله، واقدر اجمع نفسي تاني والم نفسي كده ايه واقدر اظبط الاستوديو. فمعلش اعذروني، انا عارف دي صدمه بس مشكله بقى، وان شاء الله انتوا هتعذروني. في الطريق حادثه في الطريق ولا ايه؟ الشاحنه وقفت في نص الطريق كده فجاه، وفي حد بيقف في نص الطريق يا معلم. واحدة دي ولا واحدة؟ واحدة، ما هو السكات كده، هو السكات كده. حتى في الحقيقة هتلاقي الواحدة فجأة وقفت في نص الطريق كده. أنا عايز بس أخش من هنا. فمعلش اعذروني على اللي حصل دوت، بس إن شاء الله المشكلة هتتحل قريبا بإذن الله، وأقدر أجمع نفسي تاني. في اصلاحات في الطرق بس ده هيطلع علينا، مش عارف انا والله العربيات ديت ايه. هتلاقيها برضو واحدة اللي سايقة بنت. المهم فان شاء الله هقدر الم نفسي باذن الله. في تعديلات هنا شغالين فيها، المهم السبيد ليميت على 50، فاحنا مش عايزين ايه نتخطى، مش عايزين مخالفة. ثبت سرعة، الطريق فتح، نبدأ نتجاوز. في محطة تحصيل رسوم تاني، خلينا بقى نخش في اللي هي اللي على اليمين دي، نحصل على طول. مش عارف، حسيت ان الباص كده مش عاوز يعديني، مش عارف ليه. بس بصراحة شحنة الاسكانيا وهي ستوك رهيبة، دي طبعا ستوك تبع الشركة مش تبعي. نثبت السرعة على 90، الأجواء رهيبة في تركيا بصراحة، أجواء رهيبة رهيبة، في حاجات حلوة كتير. عم المكنة جاي طيارة، أجواء رهيبة. أنا عايز أخش يمين بس إيه افتح الشركة اللي هي على الشمال دي،
عشان نقدر نفتح عدد شركات كبيرة ونلاقي حمولات أكتر، فاهمين؟ بقوا بأسعار حلوة. فهنفتح الشركة اللي هي دي تبع مينا أتوقع، شركة نقل أتوقع يعني، تبع مينا. واحدة واحدة، عشان أصلا الدراكسون بيرد زي ما انتوا شايفين الشركة كلها تراب، ف لكن بص بيرج لوحده، انا ما بلمسوش. الشركة تبع يخوت، تبع اليخت اللي هو بتاع البحر والقوارب والحاجات اللي زي كده. تجيب حاجة اشربها، ومودي وحش، انت عاوز اي حاجة ايه اشربها وانا ماشي في الطريق. بصراحة سخانة الاسكانيا بتخلي الرحلة ممتعة كده، بس نسيت خلاص اجيب. بص الدراكسون بيلعب ازاي، بيلعب لوحده. طبعا هنخش يمين، الحمد لله طلعنا من الشركة، فهنكمل طريقنا. المفروض مش حد جاي، مفيش هنا حد جاي. صاحب العربية وقف لي، بس أصلا أنا يعني إيه ما خبطتوش، أو جيت على السيت بتاعه عشان أنا جاي على سرعة. معلش، فين أدور؟ عارف الشحنة بتجعر لي كده. نشغل مثبت السرعة، نمشي على مثبت السرعة عشان ما ناخدش مخالفة، عشان الشحنة مش بتاعتنا، فمش عايزين ايه ناخد. وانا احنا المبلغ اللي معانا بسيط جدا، فعايزين في اقرب فرصة بإذن الله نشتري شاحنة لينا تبقى خاصة لينا. لما نخش شمال، انا عارف ان الشاحنات دي بطيئة اصلا. بصراحة عمري ما جربت اجواء الليل في تركيا بصراحة، يعني نفسي اجربها في تركيا، بس شكل الليل هيجي علينا احنا ايه، لسه ما وصلناش الحمولة، عاوز اجربها. ايوه انا عارف الرؤية عندكم هتبقى صعبة، بس برضو تجربوا الاجواء، ممكن يكون اجواء الليل حلوة في تركيا. اساطير انا بطلب منكم طلب، فاضل 200 اخ واخت ونوصل 1000 مشترك، اللي هو اول حلم لينا. وان شاء الله لما نوصل 1000 مشترك هنعمل يعني ايه زي حفلة صغيرة كده، هعملها مع نفسي، انا مش لاقي حد، ماشي انا لوحدي، فهعمل حفلة كده صغيرة نحتفل مع بعضينا واشكركم على 1000 مشترك. فعاوز دعم كده في القناة، عشان احنا يعني ايه ان شاء الله انا اقدم لكم محتوى ان شاء الله يعجبكم باذن الله، اقدم لكم محتوى رهيب. وهننزل كل الالعاب، هنغطي كل فعاليات الالعاب اللي موجوده هنغطيها، بس ده كله عاوز دعم. فكل ما تدعمنا اكتر كل ما ايه هتحمس وانزل اكتر في السلاسل اللي انت عاوزينها باذن الله. هو اقوى سلسله دلوقتي في القناه كلها هي محاكي الشاحنات الاوروبيه بصراحه، دي اقوى سلسله لغايه دلوقتي. هنعدي، انت عاوز اتجوز بس في حد مش هتجوز بقى، عشان الشحنة اللي قدامنا بطيئة أصلا. المفروض السبيد ليميت على 90، فهي هنثبت السرعة على 90. طبعا البنزين معانا حلو يعني. بصوا بقى الغروب رهيب في اللعب، غروب حاجة تانية مع التحديث الجديد مع شاحنة الإسكانيا وفي تركيا الأجواء. فاضغط لايك للأجواء الحلوة دي، اضغط لنا لايك. في دوار هنا بس يعني ايه مش هناخده على، احنا ماشيين على نفس الصوره.
الغروب رهيب. بصوا بصوا الانعكاسات، بصوا الانعكاسات اللي على الشاحنة، حاجة أسطورية بصراحة. عاوزكم بقى تضغطوا لايك للأجواء الحلوة دي، الأجواء الحلوة دي عاوزة لايك. في منحدر، الشاحنة نازلة على المنحدر، كله تمام. هي بتشغل الشاحنة، أتوقع بتشغل الريتردر لوحدها، مش عارف، بس بتهيألي بتشغل الريتردر لوحدها. فينا مرتفع، فلازم احنا نضغط بنزين عشان مثابة السرعة مش هيقدر يطلع المنحدر ده المرتفع ده. الإضاءة بتاعت الشاحنة أتوقع ضعيفة، ضعيفة جدا. نخش اليمين اللي جاي، فهنهدي. زي ما انتم شايفين على الجي بي اس احنا قربنا نوصل، مش بعيدة، 15 كيلو متر، خلاص احنا يعني وصلنا. بس اي ثينك الاضاءة بتاعت الشاحنة ضعيفة، بس عشان الشاحنة يعني الشاحنة ستوك، مش تعديل ولا حاجة. نضرب غماز شمال. لا بصراحة الليل طلع حلو في تركيا بصراحة، وفي اللعبة عموما يعني. أول مرة أجرب الليل بصراحة. شوف اللي عدي صاحب الباص. طب أنا هقطع بقى على صاحب الشاحنة عشان حصلت فيا خلف الكواليس، وكنت هعمل حاجة جه قدامي بالظبط، هو ولا عداني ولا هو عدى. هو أنا هدي عشان الطريق ترابي. بس هندوس انتر ونركن الشاحنة، نركنها على طول مش لازم ريفرس المرة دي. نضرب رباعي، لا بجد عاش عاش. الأجواء في الليل ده رهيبة، لا عاش بجد. نبطل الشاحنة، نشد الهاند بريك، ونفك الشاحنة اللي ورا، وكده نكون وصلنا الحمولة بتاعتنا. زي ما انت شايفين خدنا اكسلنت. هندوس كونتينو، وعاد فتح لنا مهارة جديدة، بقينا في ليفل 2 اتوقع، بقينا في ليفل 2. فهنفتح الهاي، نفتح اللي هو ايه سعر الحمولة يبقى اغلى يعني. فهندوس ابلاي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي هي دي كانت حلقه النهارده، يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. شاحنه اسكانيا شاحنه رهيبه، والحلقه بصراحه اسطوريه. فاهم حاجه تضغط لايك وانزل دلوقتي اشترك، قربنا نوصل 1000 مشترك، وان شاء الله ان شاء الله اقدر اقدم لكم محتوى يعجبكم باذن الله. وعاوزكم تدعموا القناه عشان الفيديو اللي فات ما اتدعمش، ونشوفكم في حلقات قادمه باذن الله. سلامة اساطير. في حاجه اساطير، لو عاوزين انزل عن فورزا هورايزن، انا بنزل شورتس عن فورزا بس اتوقع ما بتجيبش دعم، فمش عارف ايه بتجيب دعم على الانستا. وانت مش تابعنا على الانستا، روح تابعنا على الانستا هيعجبك. بقدم فيديو، بنزل فيديوهات على طول يوميه يعني، واستروهات، فروح تابعنا على الانستا. ولو عجبتكم فرزة ممكن ننزل عنها حلقات كامله مش شورتس. بحبكم كتير، اشوفكم فيديوهات قادمه. سلام يا اساطير، سلام.